ينضم إلينا أيضا هاتفيا الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس. دكتور حسن، يعني كيف ترى التقنيات التي شاهدناها اليوم في محطة عدلي منصور المركزية والتي تنتهي بمحطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية مع افتتاح طبعا القطار الكهربائي السريع؟ اهلا بحضرتك المشاهد الكريم. طبعا ما شاهدناه اليوم هو فخر لكل مصري، هي نقله نوعيه ونقله حضاريه في مجال النقل العام والجماعي. هذه الشبكه من القطارات الكهربائيه الخفيفه هيكون ليها دور في، عايز اقول، سرعه اعمار المدن الجديده اللي موجوده شرق القاهره، مرورا بالعاصمه الاداريه الجديده مدينه الفنون بالعاصمه الاداريه الجديده، مرورا بتجمعات شرق القاهره حتى عدلي منصور ومناطق السلام، وتستكمل ان شاء الله حتى العاشر من رمضان. هذه الشبكه سيكون لها دور ايجابي في سرعه تنقل المواطنين، وهيكون كمان من ضمن التاثيرات الايجابيه هي جذب عدد من المستخدمين من وسائل النقل من مالك السيارات، لان محطات ال LRT مزوده بصحه انتظار للسيارات، فيستطيع مالك السياره ان هو يركن عربيته ويستخدم وسائل النقل الجديده اللي منها ال LRT. طبعا المحطه التبادليه الجديده عدلي منصور هي فخر لمصر، لانها بتضم عدد كبير من وسائط النقل داخل مكان واحد، يستطيع مستخدم مترو الانفاق الوصول الى القطارات الكهربائيه الخفيفه، ويستطيع الوصول الى قطار القاهره السويس، يستطيع الوصول ايضا الى حافلات النقل الاقليمي السوبر جيت، يستطيع الوصول الى مطار القاهره من خلال الخدمه التردديه لحافلات النقل الترددي اللي هتربط محطه عدلي منصور بمطار القاهره، يستطيع الوصول الى حافلات النقل السريعه اللي قريبا ستعمل على الطريق الدائري اللي هي الـBRT. كل هذه الامور يعني عايز اقول بتيسر انتقال المواطن وبتقلل من تكلفه الانتقال، لان من مكان واحد يقدر ينتقل من وسيله الى وسيله اخرى، وده كان في اطار توجيهات فخامه الرئيس بتحقيق تكامليه وسائل النقل، وده هو تكامليه وسائل النقل بشكلها العلمي السليم، ان انا يبقى عندي مكان واحد بيجمع ما بين ادوات او وسائط النقل المختلفه، اقدر من وسيله انتقل من وسيله الى اخرى داخل نفس المكان. وان شاء الله تعالى سيتم برضو تكرار موضوع المحطات التبادلية سواء ما بين شبكة القطارات السريعة الجاري إنشائها وشبكة القطارات الحالية اللي كلنا نعهدها، أو ما بين شبكة القطارات الخفيفة اللي هي الـLRT، وما بين مشروعي المونوريل اللي هو شرق وغرب النيل. ده كله من بيهدف إلى تسهيل انتقال المواطن. هذه الاستثمارات الدولة قدمتها علشان أو قامت بإنشائها علشان توفر خدمة انتقال المواطن، وخلي بالك النقل بشكل عام هو خدمة بتقدمها الدولة للمواطن، لا تهدف الدولة إلى الربح من قطاع النقل، ولكن النقل هو داعم لمشروعات التنمية بكافة صورها، وبالتالي الدولة يعني أنفقت هذه الاستثمارات الكبيرة من أجل توفير يعني خدمة جيدة للمواطن، سواء في نقل الركاب أو كمان إن شاء الله في نقل البضائع على خطوط شبكة سكك حديد مصر اللي كلنا نعهدها، أو القطارات الكهربائية السريعة الجاري تنفيذها على أرض الواقع. ده هيكون ليه مردود إيجابي في دعم الاقتصاد وفي دعم مشروعات التنمية المستدامة وفي سرعة إعمار المدن الجديدة الجاري إنشائها. أنا شايف إن الوضع اتغير للأفضل بكتير عن مكان، وإن وسائل النقل العام والجماعي أصبحت جاذبة وليست طارده للاستخدام، بمعنى إن إحنا قريبا سنرى كمان مسؤولي الدولة بيستخدموا شبكة المواصلات العامة زيهم زي أي مواطن، وده اللي بنشوفه في كثير من الدول المتقدمة في أوروبا. فإن شاء الله تعالى الشبكة الجديدة اللي تم إنشائها وبتستكمل من شبكة نقل داخلي دي حضرتك لا تقل في جودتها عما عهدناه في دول أكثر تقدما منه. نعم دكتور حسن، التفاصيل الفنية، يعني التصميم كما تابعناه، المحطات منفذة على دورين، مسار القطارات، المسار المخصص لصالة التذاكر والمعدات الفنية كما تفضلت، وجود ساحة كبيرة للسيارات تصل لسعة 800 سيارة. هذه التفاصيل الفنية إلى أي مدى تخدم الأهداف التي تفضلت بذكرها؟ يعني كل التفاصيل الفنية مدروسة بعناية من حيث الطاقة الاستيعابية للسيارات، المواقف السيارات، من حيث المساحات التجارية، من حيث المسطحات الخضراء، من حيث الانفاق اللي بتربط ما بين محطه عدلي منصور وما بين وسائط النقل المختلفه اللي بتخدمها المحطه. كل هذه الامور مدروسه بعنايه من حيث الطاقه الاستيعابيه ومن حيث السعه ومن حيث تامين حركه المستخدمين
ان شاء الله تعالى يعني مع التشغيل اللي تم افتتاحه اليوم يعني ممكن ناخد راي المواطنين ومستخدمي هذه الشبكه وهذه المحطه، وانا اعتقد ان شاء الله ان هيكون هناك يعني فيدباك او يعني ردود ايجابيه كثيره من هذا المشروع، اللي ان شاء الله نامل ان احنا يعني يبقى في نشر لمثل هذه المحطات التبادليه. اما بخصوص ال ار تي نفسه فيمكن كان في شرح فني وافي من وزير النقل لفخامه الرئيس عن الخصائص بتاعه القطارات اللي هيتم تشغيلها وما بها من وسائل للامان وما بها من وسائل للرفاهيه والراحه، هيكون ليها تاثير ايجابي على توفير احتياجات كافه شرائح المستخدمين سواء كان الدرجات المختلفة الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية وما توفره من إمكانيات تتناسب مع كل شرائح المستخدمين سواء في الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية. بالنسبة للسرعات طبعا سرعات عالية والمسافات اللي بيقطعها مسافات أطول من وسائل النقل العام العادية السطحية، وبالتالي هيكون في إقبال على استخدام الـ LRT لأن هيكون زمن الرحلة أقل، مفيش تعارضات مع الطرق السطحيه او تقاطعات، وبالتالي هيكون ده اكثر امانا وفي نفس الوقت زمن الرحله هيكون اقل، فبالتالي هيكون في اقبال على استخدام هذه الوسائل من المواصلات. بالاضافه للتكلفه برضه، التكلفه خليني اقول لك انها اقتصاديه لو قارنتيها بما هو متاح من وسائل المواصلات حاليا، هتلاقي ان التكلفه مناسبه جدا واقتصاديه، واعتقد ان شاء الله تعالى ان هيكون في مردود ايجابي من المواطن كافه شرائح المواطنين عند استخدامهم لهذه الوسائل الجديده اللي بنتمنى من المواطن انه يحافظ عليها، لان الدوله انفقت فيها استثمارات كتير. صحيح، فلا اقل هذه من نقطه مهمه عليها بحاله جيده للاجيال الحاليه والمستقبليه. صحيح، يعني احييك على هذه النقطه. اشكرك دكتور حسن مهدي استاذ الطرق والنقل بجامعه عين شمس.